خلاص خلاص بقت هي دي حياتك. مغامرات وخطط ومشاكل، خليتي فرح تستغلك، ودلوقتي عهد ومروان، رخصت نفسي قوي يا شرطة، بطلت اشتغل في الفساتين والحاجات العرة دي. مالك يا حبيبتي؟ ما تهدي عليا شوية، مالك متنشنة كده ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ مش متنشنة بس مقريفة حبتين، اتكلي على الله بقى. والله كلنا مقريفين. ايه البجاحة دي؟ ميرسي. ايه ده؟ خلي بالك في طبق تحت الترابيزة. انتي بجحة بجد. بس انتي بس جيتي على بالي فقلت اقعد معاكي شوية. فعلا؟ ليه؟ هنتصاحب على بعض ولا ايه؟ ما نتصاحب ليه؟ لا ايه المشكله؟ بس من ساعه ما فرح اتطلقت والبيت بقى كئيب، دراما قوي يعني. هي فرح ما قالتليش ان هي اتطلقت؟ وهتقولي مناسبه ايه؟ مناسبه انكم اصحاب وكده. لا يا حبيبتي، لا صاحبتي ولا اعرفها، وامشي اطلعي بره يلا. واضح ان الطبق اللي تحت الترابيزه ده بينسيكي حاجات كتير قوي، ومش عارفه انت بتقولي ايه. على فكره انت قلت الادب، وانا عارفه كويس بقول ايه، بس انت اللي شكلك الفراغ قتلك. فراغ ده انت قلب الفراغ يا شيخ، انت مش شايفه؟